السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مربى الفراوله. لو اول مره تشوف القناه فعل الجرس واشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. مكونات مربى الفراوله بسيطه جدا: كيلو فراوله، نص كيلو سكر، نص علبه جيلي فراوله، وممكن تقللي السكر في الفراوله شويه. قطعت الفراولة شرايح وهحط عليها السكر اللي انا هستخدمه. هغلف الفراولة بالسكر بالشكل ده. هغطيها وهدخلها التلاجة لمدة 4 5 ساعات لغاية لما تنزل المية بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده، الفراولة نزلت المية بتاعتها. هرفعها على النار. هوطي عليها وهطلع الريم اللي على الوش. وهطلع طبقة الريم اللي على الوش. هحط عليها عصير الليمون، نص ليمونة. هضيف عليها الشيلي هطفي عليها اختبر قوام المربى.